بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن Data Analysis for an Excel Spreadsheet with Python، أي تحليل البيانات لورقة عمل في الإكسل باستخدام أكواد بايثون. أولا لدي هنا ملف موجود على سطح المكتب، بضغط هنا زر ريستور. الملف اسمه box.xlsx، هذا هو الملف المستهدف لإجراء عمليات تحليلية للبيانات الواردة به. بنفتح الملف لكي نعين هذه البيانات. بجد أن هذا الملف يحتوي على 5 أعمدة. العمود الأول اسمه year، العمود الثاني اسمه book ID أي رقم الكتاب، العمود الثالث وهو book title أي عنوان الكتاب، والعمود الرابع وهو الاستورد الكمية المخزنة من هذا الكتاب، والعمود الخامس يمثل الكمية المباعة من هذا الكتاب. أريد أن أجري بعض العمليات التحليلية والعمليات الإحصائية لبيانات هذا الملف. نغلق هذا الملف، نحرك مؤشر الفار على الملف ونختار هنا copy، ثم نتجه إلى ملفات المشروع، نضغط على project ونضغط هنا على مسار المشروع، كليك يمين ونضغط هنا بيست لصق. هنا بيديني رسالة بيقول لي هنا copy file، ننسخ الملف من مكان الحالي من الديسكتوب على الدايركتري الخاص بالمشروع أو الفهرس المشروع، وهل تريد تغيير اسم الملف؟ سأبقي اسم الملف كما هو وأضغط OK. بينسخ لي هنا الملف ضمن ملفات المشروع. بنرجع تاني نضغط على زر Maximize تكبير، وبنغلق هنا البروجيكت، وبعدها بقوم بتثبيت مكتبة Pandas. أفتح أولا نافذة التيرمينال وأكتب الأمر التالي pip install pandas، ونضغط مفتاح الادخال انتر. بيقوم بتثبيت المكتبة، لكن هنا اعطاني رسالة requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. نغلق نافذة التيرمينال ونستورد مكتبة pandas داخل الكود، فبنكتب هنا import مسافة pandas ونعطيها الياس نيم as pd. من اول السطر هنا اكتب اسم متغير يمثل الداتا فريم، اكتب df يساوي واكتب pd read excel، ونفتح هنا البراكتس وسنجل كودز واكتب اسم الملف هنا box.xlsx، ومن اول السطر بنكتب اسم متغير يمثل الصفوف التي ساحصل عليها واكتب فيها اسم الاعمدة التي اريد ان اجري عليها عمليات تحليلية، فبكتب هنا df و underscore row بيساوي واكتب الداتا فريم الرئيسية وافتح سكوير براكتس مرتين واكتب مثلا العمود اللي هو يمثل القيم المخزنة والعمود الذي يمثل القيم المباعة التي ساجري عليها عمليات تحليلية، فاكتب هنا single codes storage، بعدها هنا ناخد كوما وبعدين single codes ونكتب هنا هات عمود sold القيم المباعة، وبعدها بنكتب اسم الدالة التي أريد أن أحصل عليها، فعلى سبيل المثال أريد أن أحصل على مجموع الكتب المخزنة ومجموع الكتب المباعة، أكتب هنا دوت وأكتب هنا sum دالة المجموع وبعدين أضف إليها empty brackets. من أول سطر بفتح هنا الداتا فريم، أطلق عليها الداتا فريم خاصة بـ sum المجموع يساوي وأكتب هنا bd دوت، اكتب هنا داتا فريم بين قوسين هنا ادخل البارامتر داتا يساوي داتا فريم رو، بعدها هنا اضغط دوت وبعدين اكتب تي كابيتال معناها ترانسبوز كولمز اند روز، يعني معناها بدل الكولمز والروز، وهنا بيعمل عمليه ريفلكت ذا داتا فريم اوفر اتيز مين دايجونال، بيعمل عكس للداتا فريم اطار البيانات على القطر الرئيسي by writing rows as columns. هنا من اول السطر بنكتب هنا داتا فريم underscore sum يساوي داتا فريم underscore sum ايضا، بعدها بنعمل ري اندكس، فبنكتب هنا دوت
ونقول له ري اندكس، اعد الفهرسة مرة اخرى واكتب هنا الباراميتر كولمز يساوي الداتا فريم دوت الرئيسية كولمز، يعني اعطاها نفس الاسماء الاعمدة في الداتا فريم الرئيسية. من اول السطر بكتب هنا الامر print، اطبع ليه الداتا فريم sum، ونضغط run لكي نرى مجموع الاعمدة او مجموع القيم المخزنة والقيم المباعة. نضغط run، اعطاني هنا اجمالي القيم المخزنة وهنا اجمالي القيم المباعة. لنفرض ان انا اريد ان احصل على عدد الصفوف، نستبدل دالة sum بدالة count ونضغط run، اعطاني هنا عدد الصفوف المستهدفة في تحليل البيانات وهم 50 صف لكلا العمودين. لنفرض ان انا اريد ان احصل على اعلى قيمة في كلا العمودين، فاحذف دالة count واكتب دالة max ونضغط run، اجد هنا اعطاني اعلى قيمة في القيم المخزنة من الكتب وهنا اعلى قيمة من القيم المباعة من الكتب. نفرض ان انا اريد ان احصل على ادنى قيمة، بنحذف دالة maximum ونكتب بدلا منها دالة minimum فاكتب هنا min اي minimum ونضغط run، اعطاني هنا اقل قيمة من قيم الكتب المخزنة واقل قيمة من الكتب المباعة. نفرض ان انا اريد ان احصل على الافرج اي الوسط الحسابي، نحذف دالة minimum ونكتب بدلا منها دالة مين، مين هنا نقصد بها الافرج اي الوسط الحسابي، وبعدها نضغط run، اعطاني هنا الافرج في القيم المخزنة والافرج في القيم المباعة اي الوسط الحسابي في كلا القيم المخزنة والقيم المباعة. نفرض اننا اريد ان احصل على القيمة الوسطية اي الوسيط، بنحذف دالة مين بدلا منها دالة ميديان ونضغط run، اعطاني هنا القيمة الوسطية لكلا القيم المخزنة والقيم المباعة. بفرض ان انا اريد ان احصل على الفاريانس اي الاختلاف، نحذف دالة ميديان ونكتب منها دالة var، var اي فاريانس، نضغط run، اعطاني هنا الفاريانس للقيم المخزنة والقيم المباعة. لنفرض ان انا اريد ان احصل على الكوفاريانس اي التباين، بنحذف دالة فاريانس وبنكتب مكانها كوفاريانس وبعدها نضغط run، اعطاني هنا الكوفاريانس التباين. لنفرض ان انا اريد ان احصل على الستاندرد ديفيشن، بنستبدل الكوفاريانس باس تي دي، باسم الدالة STD أي Standard Deviation أي الانحراف المعياري ونضغط run، يعطيني هنا الانحراف المعياري لكلا القيم الستوريد والقيم سولد. لنفرض ان انا اريد ان احصل على الارتباط، اذا احذف دالة Standard Deviation واكتب مكانها CORR أي Correlation أي الارتباط ونضغط run، بيعطيني هنا الارتباط ما بين القيم المخزنة والقيم المباعة. ده كان بالنسبة لإجراء Data Analysis تحليل بيانات إحصائية على ورقة العمل. هنا وضحنا كيف نحصل على الكاونت أي عدد البيانات، كيف نحصل على الماكس أعلى قيمة، كيف نحصل على المينيمم أدنى قيمة، وكيف نحصل على مين أي القيمة الوسط التي تمثل وسط حسابي، والقيمة ميديان أي القيمة الوسيطية، وكيف نحصل على معامل اختلاف فاريانس، كيف نحصل على الكوفاريانس التباين، كيف نحصل أيضا على الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري، كيف نحصل على الكوريليشن معامل الارتباط بين ظاهرتين أو بين
عمود القيم المباعة والقيم المخزنة. إن شاء الله سأطرق لك رابط هذا الكود في وصف الفيديو، يمكن الاستعانة به في إجراء العمليات التحليلية على سبريد شيت في الإكسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.